قرى جبل الزاوي تتعرض الآن لحملة شرسة من قبل الميليشيات الروسية أو قوات الاحتلال الروسي وقوات عصابات الأسد والميليشيات المساندة لهم. طبعا الجبل معظم قرى تتعرض لهذا القصف وبالأخص بلدة كنصفرة، والطيران الاستطلاع الروسي لا يفارق الأجواء، بحيث الأهالي يحاولون إخلاء ما تبقى من بيوتهم كمتاع لهم يعني في النزوح، لم يستطيعوا بسبب كثافة طيران الاستطلاع وبسبب كثافة القصف من قبل قوات الاحتلال الروسي وعصابات الأسد.